كل شيء له بداية فمن المؤكد أن له نهاية، مقولة نعرفها جميعا وتنطبق على كل شيء حولنا، حتى نحن فبداياتنا تبدأ مع الولادة وتنتهي مع الوفاة، لكن هل تخيلت كيف ستكون نهاية العالم؟ هذا ما حاول المرصد الجنوبي الأوروبي PSO محاكاته عبر فيديو نشره مؤخرا على موقعه الرسمي يتوقع كيف ستكون نهاية العالم. يكشف الفيديو عن تصور مروع لما سيحدث عندما نفنى جميعا، وأوضح المرصد أن النجوم مثل شمسنا تحرق الهيدروجين في النواة والحياتها، بمجرد نفاد هذا الوقود ستتوسع لتصبح عملاقا أحمر وستصبح أكبر بمئات المرات من حجمها الحالي، ثم تدمر أي شيء وكل شيء في طريقها، والأرض ليست استثناء وفقا للفيديو. يرى المرصد أن فناء البشرية مسألة وقت، وستصل الشمس إلى هذه المرحلة من حياتها وتنفجر، ويقدر أن عمر الشمس يبلغ نحو 5 مليارات سنة. وبحسب المرصد الأوروبي فإن العملاق الأحمر سيتخلص من طبقاته الخارجية تاركا وراءه قالبا محترقا شديد الكثافة، ويتحول إلى ما يعرف بالقزم الأبيض.